منذ سنوات مرت على انطلاقة مخطط المغرب الأخضر، مناسبة للوقوف على أهمية الإجراءات المتخذة في القطاع الفلاحي وتقييم الاستراتيجيات المعتمدة في هذا القطاع الحيوي والوقوف على المنجزات المحققة وتحديد مكامن الضعف والخلل بهدف الدفع بهذا المخطط الطموح لتطوير قطاع الفلاحة الذي يعتبر من الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب، والذي أعطى للمغرب مكانة متميزة أيضا على الصعيد الدولي في المجال الفلاحي. أنوار لكحل ينضم إلينا اللحظة ليسلط المزيد من الضوء على الذكرى العاشرة من انطلاقة مخطط المغرب الأخضر. لو تحدثنا بداية عن أهمية القطاع الفلاحي التي غدا يأخذها ضمن المنظومة الاقتصادية في المغرب بعد 10 سنوات من تبني هذا المخطط. الفلاحة في المغرب محمد هي قطاع مهم جدا، ويعتبر قطب الراحة في الاقتصاد الوطني لا سيما المرحلة القادمة. هذا القطاع محمد يضم ما يقارب 1.5 مليون فلاح، ويساهم بحوالي 15% في الناتج الوطني الداخلي الخام، إضافة إلى أنه يوفر 40% من فرص الشغل. وبفضل المجهودات المشتركة التي يبذلها كل المتدخلين في هذا القطاع، يعرف الناتج الداخلي الخام الفلاحي ارتفاعا متزايدا منذ سنة 2009، حيث تجاوز هذا الناتج عتبة 100 مليار درهم سنويا. مخطط المغرب الأخضر الذي أشرف على انطلاقته الملك محمد السادس في أبريل 2008 جعل من القطاع الفلاحي رافعة أساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بالاعتماد على مقاربة شمولية ومندمجة تهدف ضمان الأمن الغذائي وإنعاش صادرات المنتجات الفلاحية وتتمين المنتجات المحلية. لا شك أن هذا المخطط تطلب موارد مالية ضخمة، ماذا عن التمويلات التي تم ضخها من أجل إنجاح هذا المخطط؟ في إطار هذا المخطط دائما، وهو مخطط المغرب الأخضر، قامت الدولة بتعبئة ما يقارب 66 مليار درهم خصصتها للفترة ما بين 2009 و2015. إضافة إلى ذلك، استفاد هذا المخطط من مساهمات مقدمة من صندوق الحسن الثاني بلغت 800 مليون درهم في 4 سنوات، وكدا صندوق التنمية القروية. كما قامت الأبناك الوطنية في إطار هذه السياسة الاستثمارية بتطوير طرق تمويل ملائمة لحاجيات الفلاحين، واعتبارا للثقة التي يحظى بها هذا المخطط وكذا إمكانيات الفلاحة المغربية لدى الشركاء الماليين الدوليين، فقد ساهم هؤلاء من جهتهم في تمويله بمساهمات صناديق الدعم المتعددة الأطراف والثنائية بلغت ما يناهز 12.3 مليار درهم، منها حوالي 5.3 مليار كمنح و7 مليارات درهم في شكل قروض. محمد، نعم أنور، إذن بعد 10 سنوات على انطلاق مخطط المغرب الأخضر، ما الذي تحقق بالضبط؟ محمد، الفلاحة أصبحت تحولت من قطاع معيشي وقطاع استثماري صغير إلى قطاع يعرف تدبيرا أفقيا يتدخل فيه جميع القطاعات. فخلال هذه 10 سنوات تم استثمار 31 مليار درهم من الأموال العامة و22 مليار درهم من الأموال الخاصة. عدد الاستغلاليات الفلاحية ارتفع من 200 ألف استغلالية إلى 1.7 مليون، في حين سجلت المساحات المغروسة ارتفاعا ب 11%، بينما ارتفع الانتاج الفلاحي بحوالي 43%، أي 43 مليون طن إضافية. وقد تم تجهيز 333 ألف هكتار بأدوات الري الحديث المحلي، بينما ارتفعت نسبة المكننة إلى 36%. وبالنسبة للانعكاسات السوسيو اقتصادية، تم تعزيز هيكلة القطاع الفلاحي عبر إحداث 20 مجموعة ذات النفع الاقتصادي بأسيد من 430 تعاونية فلاحية في إطار تشجيع الصادرات. موازاة مع ذلك، سيتم خلق 6 أقطاب فلاحية جهوية، كما ستواصل الدولة رفع يدها فيما يخص تدبير الأراضي الفلاحية. المخطط المغرب الأخضر استوفى 10 سنوات اليوم، هل هناك رؤية استشرافية للمستقبل؟
كيف يبدو مستقبل الفلاحة في المغرب؟ هذا ما تحدث عنه عزيز أخنوش في البرلمان وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. قال إنه سيتم في إطار مشاريع الدعامة الثانية من مخطط المغرب الأخضر برمجة 110 مشروعا جديدا برسم سنة 2018 موزعة على كل مناطق المغرب. وأبرز أن مبلغ الاستثمارات الإجمالية لمشاريع الدعامة الثانية يصل إلى 1.653 ألف مليون درهم جراء انتهاء المشاريع. وأوضح أخنوش أنه بخصوص برنامج تدارك التفاوت الاجتماعي والمجالي في العالم القروي فقد تم تخصيص مبلغ 6.85 مليار درهم لمواصلة إنجاز البرنامج خلال هذه السنة، مبرزا أن 3.39 مليار درهم من هذا المبلغ ستمول من طرف صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، وسوف يساهم هذا المخطط في الرفع من النتيجة الداخلي الإجمالي بما يعادل 147 مليار درهم وخلق 115 ألف منصب شغل في أفق 2020 وزيادة دخل 3 مليون شخص بالمجال القروي. ويشار محمد إن الاتحاد الإفريقي قد منح جائزة للمغرب في التميز الفلاحي باعتباره أول دولة تقوم بالتنزيل الصحيح لإعلان مالابو في التنمية الفلاحية والزراعية بالقارة الإفريقية. شكرا لك أنوار الحلال على كل هذه المعطيات والأرقام.